أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء غائمة جزئيا، الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة، مثيرة لبعض الأتربة والغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا، الرياح شمالية غربية سرعتها 10 كيلو متر في الساعة، درجة الحرارة 32 درجة مئوية، الرطوبة النسبية نوعا ما مرتفعة 55%، والرؤية الأفقية متراجعة 7 كيلومتر. آخر تحديثات لصور الأقمار الصناعية، تبين لنا تكاثر بعض السحب وعبورها على أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية، استمرار في تأثير المنخفض الجوي السوداني، وأيضا تكاثر السحب مستمر معنا اليوم وباشر عقب باشر، مع فرص لبعض الأمطار المتفرقة على دولة الكويت من حين إلى آخر، وقد تكون رعدية بعض الشيء خلال الأيام القليلة القادمة. الأجواء الليلة بشكل عام راح تكون أجواء غائمة جزئيا، استمرار في الهواء الكوس خاصة على المناطق الساحلية وكذلك الجزر والمناطق البحرية، لكن نلاحظ على المناطق البرية تتحول الرياح إلى رياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد تستمر الأجواء الغائمة جزئيا، نلاحظ تكاثر بعض السحب خاصة على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، درجات الحرارة الصغرى المتوقعة 25 على مدينة الكويت وكذلك مطار الكويت الدولي 24 إلى 25 في الساحل، مثلها في المناطق الجنوبية. مع دخول نهار يوم الغد أو منتصف يوم الغد نلاحظ ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل إلى 32 كيلو متر في الساعة، العظمى المتوقعة 36 في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي، 38 في العبدلي ومثلها في الشقاية والسالمي. مساء يوم الغد تستمر الأجواء الغائمة، درجات الحرارة كلها حول المعدل 29 إلى 33 درجة مئوية على أغلب المناطق. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم، أجواء مناسبة جدا لممارسة أي نشاط بحري. المد الأول الساعة 9:30 الصبح، أما المد الثاني الساعة 9:10 المساء، الجزر الأول الساعة 3:30 صباحا، أما الجزر الثاني الساعة 3 العصر. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، راح يكون موعد أذان الفير الساعة 3:35، شروق الشمس الساعة 5:03، أما موعد غروب الشمس وموعد أذان المغرب الساعة 6:27. الطقس المتوقع للخمس أيام المقبلة بإذن الله، باشر تستمر الرياح الجنوبية الشرقية أجواء غائمة جزئيا، فرص لبعض الأمطار المتفرقة خفيفة على بعض المناطق العظمى 42 أما الصغرى 27 درجة مئوية. يوم الأحد نشاط في الهواء الكوس تصل سرعتها إلى 45 كيلو متر في الساعة، أجواء غائمة جزئيا وأيضا فرص لبعض الغبار المثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، العظمى 39 أما الصغرى 25 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا، الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية راح تبدي تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية مع نهاية يوم الاثنين، العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الثلاثة والأربعاء أجواء مشمسة وصافية بإذن الله، الرياح تستمر معنا شمالية غربية تصل سرعتها إلى 30 كيلو متر في الساعة، العظمى ما بين 39 إلى 41 أما الصغرى 25 إلى 27 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، لمزيد من التفاصيل حول الطقس تقدرون تنزلون تطبيق كويت مت التابع لإدارة الأرصاد الجوية، أو من خلال متابعة حساب وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي. تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد ما ناخذكم في جولة لدرجات الحرارة حول العالم.